السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في قناة مطبخي الصغير. كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غنديروا واحد البريوش عائلي او قريصة عائلية كما بغيتو تسميوها. كيجي خفيف كالقطن، كيجي رطب، كيعجب الكبار والصغار، وسهل في المقادير، وحتى في الوقت ديال الفران كياخد وقت قليل باش كيطيب. ونتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم. ندوزو للمقادير. عندنا ان شاء الله 2 كيسان تاع الطحين، 2 كيسان ديال الفرص، اما نص كاس ديال سنيده، نص كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. هذا الحليب يكون دافي، من الاحسن يكون دافي. والزيت كما كتشوفوه نص كاس. عندي شويه ديال الملح، ومعلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ومعلقه كبيره مخلطه ما بين نافع وحبه حلاوه. انا هنا عندي مطحونين، اللي بغى يديرهم حبوب يديرهم، وبيضه، لان ولادي انا ما كيبغيهمش ليا حبوب هكا، كنفضل انني نطحنهم. هنايا غادي ناخذ شويه ديال الحليب، غنزيد معاه الخميره الفوريه. كي قلت لكم الحليب يكون دافي شويه، ونزيدو على ديك معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، ونخليوها تفاعل معاه واحد شويه. انا هنا راه زدت معلقه صغيره ديال سنيده، ونسيت ما صبرتهاش. معلقه صغيره ديال سنيده نهزوها من داك نص كاس، ونخليوها حتى تخلط تتفاعل مزيان، عاد نضيفوها. اول حاجه غنديروا النواشف، نغربلو الطحين هو الاول مزيان، ونزيدو ليه سنيده والملح، ومعلقه كبيره ما بين حبه حلاوه والنافع. ممكن تزيدوا حتى الجنجلان الا كتبغيو يكون فيها الداخل الجنجلان، انا كيبغيو هذه غير هكا. واحد شويه ديال الملح صافي. وغادي نزيدو هنايا سنيده نص كاس. بالنسبه اللي بغى ينقص من الحلاوه ينقصها، ولكن نص كاس كتجي هي هذيك مع حلوه مع مسوسه، كتجي هي هذيك في الذوق. هنايا غنزيد بيضه، وغادي نزيد سوائل الزيت، نص كاس الزيت، والحليب اللي بقى ليا ما كنزيدو لا لا ما لا حتى حاجه، صافي هادشي باش كنجمعوها. وهنايا كما كتشوفوا الخميره هي تفعلت، غادي نزيدوها حتى هي. دابا راه الحال سخون، دغيا كتخمر في البرد، ممكن تخليوها واحد المده. ما هنا دغيا خمرت لي، دغيا طلعت. حتى بالنسبه ملي كنحط العجينه في المقله دغيا كتخمر، لان وصفو الحال. المهم هنايا هنا خلطتها مزيان، من الاحسن طيبوها في المقله الثقيله كتجي مزيان. نجيبو المقله الثقيله تكون مدهونه مزيان بالزبده، انا دهنتها مزيان بالزبده او لا الزيت الا بغيتو، وديروا ليها الطحين صافي. ونخلو الخليط في المقلة، كتجي فعلا كتجي البريوش زعما كتجي خفيفة وسهلة وسريعة التحضير، زعما ما كتطلبش منا الوقت دغيا. وحتى مقاديرها كما شفتو بساط ومتوفرين. غادي نخبوها في المقلة، وغادي نسرحوها مزيان. كي كتشوفوها راه كتكون ثقيلة شوية، ماشي بحال الكيك. ونسرحوها، نحاول نسرحوها بشويه على المقله كلها. هي صافي، نتسرح مزيان مزيان. خليوها تخمر، خليوها عطوها الوقت ديالها فاش تخمر. الا كان الجو بارد شعلوا الفران وخليوه يدفى، وطفيوه وحطوها فيه حتى تسخن، حتى تخمر وطفيوه. ومع دابا الحال سخون راه دغيا دغيا كتخمر في البلاصه صافي. ها هي انايا راه كملتها، سرحتها مزيان، وغنخليها تخمر. نوجدوا ليها هنايا، عندي نورمالمون خصني ناخذ غير 0 بيضه، ولكن ملي حليتها البيض مخلط مع كي قلت لكم الحراره، حيدت واحد شويه ديال البيض اللي كان ممكن نحيد، وخليت الاخر. غندير معلقه ما عمرها شراكم شتو ديال الخل، وواحد شويه ديال القهوه سريعه الذوبان، وغادي نخلط. هذا هو باش غادي ندهنها، هو ديرو غير 0 البيض. انا اضطريت انني ندير البيض لانه
البيض عندي جربت الاولى والثانيه لقيتهم كلهم هكا كان مسخول الحال، واخا حطهم في الثلاجه صبح العظيم دغيا كي يبقى الصفر مخلط مع البيض. راه كيما شفتو حتى في العجينه، حتى في العجينه فاش درت البيضه خرجت هكا كرما انني يلا خرجتها من الثلاجه. المهم دهنوها مزيان، دهنوها بداك الصفار. ممكن لي عنده لي زعما بغي يزيد فيه، لي ما كيبغيش قهوه سريعه الذوبان يدير شويه الكاكاو حتى هو ممكن ديره. هو القهوه كتهرس الريحه ديال البيض، ما كتبقاش تخلي ما كتخليش فيها ريحه ديال البيض. صافي مدهنوها مزيان وندردرو الجنجلان من الفوق، لانني انا ما درتوش من الداخل، كنفضل نديرو من الفوق. كتجي بحال القريصات هادي كتكون عائليه. صافي ويمني تكون كدهنو دهنو بشويه باش ما تهبطوش العجينه، وندخلوها الفران طيب على خاطرها على نار مهيله حتى تحمر. ها هي هنا يلا خرجتها من الفران باقا سخونه كي كتشوفوها، كانت شي رطبه وهشيشه. ندوزو نقدموها، ها هي خليوها طيب على خاطرها وتحمر. زعما فعلا كتجي رائعه في المذاق، كتجي خفيفه قطنيه. هنا نقطع معكم واحد الطريف تشوفوها من الداخل كيفاش دايره، كتجي مفشفشه. ونتمنى الوصفه تكون نالت اعجابكم، ما تبخلوش عليا بتعليقكم، والى عجبتكم قناتي ديروا جيم وشاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو مع اصدقائكم. استودعكم الله.